بص، الدكر، الدكر اللي هو بيكون دم نقي. بص دولت نوتي صرفه، النوتي ديت كده صرفه، هما التلاته صرفين فتره شياع يعني. بص الدكر محجز عليهم ازاي، واقف وهو يعني تحس ان هو بيحميهم من اي دكر تاني. سبحان الله، بسم الله ما شاء الله. فلما ده اعرف كده ان الدكر ده دكر حامي، ده الدكر اللي انت تربي منه تربي منه طلوق. يعني في جديان هنا صغيره لسه بادئه. بص الجدي واقف عامل ازاي، بص موقفه ازاي، بص هيخش عليهم اهو. بص اتفرج الدكر يعمل معاه ايه. يقعد يلبلب عليه ويقعد يضربه. اي دكر تاني، اي دكر تاني يبقى عايز يطلع على النتاية. بص اي دكر تاني يكون عايز يطلع على النتاية ولا حاجة، يروح ضربه على طول، خلوش يطلع عليه. بص طبعا الدكورة التانية اللي واقفة جوه هيتجننوا، هيتجننوا على النوتي. بص بص بينادوا عليهم. بص اتفرج، طلعي هتتجنن، مليانة واقفة هتتجنن. بص بص بيعمل ايه، بص بيضرب ازاي، بص 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 بيضرب ازاي، بص هيزقهم ازاي. بص تابع كده، بس جديان صغيرة اهي. بص هيعمل ايه، بص ذكر تاني، بص بيزقه ازاي. خليش حد يقرب من النوتي بتاعته. اسد فعلا، اسد اسد، وانت اسمك اسد يا بطل. عامل ايه، سلم على الناس. بص 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 بيعمل ايه. اي انسايا تبعه محدش يقرب منها. بس الطلاقه هتتجنن ازاي. ربنا يبارك. بص خلاص، ماما 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 ولا ما ماما. بص 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 موقفهم، موقفهم ازاي. بص 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 محدش يقرب من المنطقة دي خالص. بص موقفهم ازاي، موقفهم التلاتة ازاي. في ميزة شايعة هناك اهي. بص خايفين يروحوا ازاي. بص 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 موقفهم ايه، موقفهم انتباه. بص يا عيني لسه جديان صغيرة. بص بص يعمل ايه، بيحميهم. ده صراع الطبيعة، ده صراع الطبيعة. الأقوى، الأقوى هو اللي يورث الجينات بتاعته. الأقوى هو من يسود. بص 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 الجديان تهبلت ازاي. كل واحد، كل واحد يزقر. والأقوى فقط هو من يسود، جيناته هي اللي تسود ويورث صفاته للأجيال اللي جاية. ما شاء الله، ربنا يبارك. ذكر الأبروسي بتاعنا ذكر الأبروسي هو من يسود الفترة دي. Oh.
واقف عمال يحميها، عارف انها في فترة شياع لغاية لما تضرب وتمسك منه ويتأكد انها مسكت منه، بعد كده خلاص. بص واخد النوتش بتاعته كلها في جنب ازاي، بص الجديان التانية مش مخلي حد يقرب منه. بص دول نفسهم يدخل. نفسهم يفرح. بص واقفين ازاي، لسه صغيرين فعلا يعني. بص التالت بتاعهم جوه، بص يعمل فيهم ايه، جبنة. لسه وقتهم ما جاش يعني، انتوا لسه في مراهقين. جرب كده تروحوا كده، شوف هيعمل فيكم ايه الاسد، هيعمل فيكم ايه. خش خش يلا، ها خش على الاسد، وريني الاسد هيعمل فيكم ايه. ها بص التاني ده اللي عايز يطلع ده، بص بيعمل ايه، عايز يطلع من بين الحديد. راح فين، راح فين، انت رايح فين انت؟ بص عم يعمل ايه، يا ابني اللي انت عامله ده، ابني في نفسك ده. بص دي جديان تسمين اصلا في المزرعة، يعني دي جديان تسمين اصلا، بس طبعا بحبهم مش مخصيين يعني، فطبعا عاملين ازعاج يعني، عاملين ازعاج. شمين النوتي طبعا، طبعا هما ما عشروش قبل كده، ما ضربوش ولا مرة، فعيني تعبانين خالص يعني. ما شاء الله. وتعال ما يوم حق الصراحة، جميلات جميلات نوتي الشام يعني. نوتي عاملة ازاي ما شاء الله، ليهم حق يتجننوا يعني. بص الحاج ده، بص لها بالجنب ازاي، لا ما تيجي. ده ذكر خليط بور جيل تاني. لا طبعا يعني، عمال يبص على المازة يعني، نظرات تحرق القلب يعني. ربنا يبارك ويبقى صراع الطبيعة من أجل فايدة الطبيعة على فكرة يعني. الصراع ده موجود، ربنا عامله إن الطلايق تتخانق مع بعضها وقت العشار، ما بيكون في أكتر من ذكر، دي حاجة طبيعية أصلا في الطبيعة يعني، في البرية عموما لما بيكون في أكتر من ذكر بيحصل صراع. هذا الصراع الفايدة منه إن الذكر الأقوى وصاحب الجينات والبنية الجسدية والتكوين الجسدي واللي صحته أحسن هو اللي يكسب هذا الصراع، ومن حقه إن هو يتزوج الإناث علشان الخلف بتاعه يحمل هذه الجينات القوية، وده من أجل يعني من أجل بقاء إن القطيع نفسه يبقى دايما الجينات بتاعته يورث فيها الجينات القوية فقط يعني. والكلام ده طبعا يعني من رحمة ربنا في البشر، ما بيبقاش فيه الكلام ده يعني، احنا كبشر احنا ما بيبقاش فيه الصراع ده. من حق كل الناس انها تتزوج وانها تخلف وتورث الجينات، حتى لما بيكون فيه امراض وراثية يعني، احنا يعني ده من رحمة ربنا، ان لو في اي حد عنده مرض وراثي ولا حاجة من حق ان هو بيتجوز وكلام ده، لكن الطبيعة ما بترحمش، الطبيعة ما فيش الكلام ده خالص. الطبيعة السليم فقط، السليم فقط هو اللي من حقه ان هو يتزوج وان هو يورث الصفات بتاعته. والصراحة الموضوع ده يعني انا الفترة الجاية هبدأ ان انا ابحث عنه،
ان انت المفروض في المزرعه بتاعتك، انت المفروض في المزرعه بتاعتك المفروض يكون عندك من 2 لـ3 طلائق، والمفروض ان انت بتختار الطلائق دي يعني بمواصفات عاليه جدا، ولازم تسايب الطلائق مع بعضها. انا شايف ما فيش حد عامل الكلام ده، بحيث ان الثلاث طلائق لما يجوا يشتغلوا مع بعض، الطلوع الاقوى اللي فيهم برضو هو اللي هيبدا يتزوج الايه، هو اللي هيبدا يتزوج الاناث ويورث الجينات بتاعته. ده اللي انا شايفه الصراحه. والكلام ده حتى لما انا كنت بربي عصافير انا كنت بشوف الموضوع ده. احنا لما كنا بنجوز العصافير وانت اللي كنت بتختار الذكر والنتايه بنفسك، احيانا كان العش ما كانش بيبقى فالح، يعني العش ما بيبقاش كويس. ولما تيجي تبدل او ان انت تحط النتايه دي، تحط النتايه دي وسط مجموعه من الذكور نفس النتايه، ما تحطها مع مجموعه من الذكور وهي اللي تختار الذكر بنفسها، سبحان الله العش بتاعها بيبقى ناجح والتاكيل بتاعها بيبقى ناجح، وبتاخد منهم زغاليل محترمه جدا. فاحنا للاسف في المعيز والكلام من ده